يلا معلم، يلا بينا معلم يوسف. صباح الفل والورد والياسمين على احسن ناس في الدنيا. عاملين ايه؟ وحشتوني اقسم بالله. الناس اللي ما لحقتش اول حاجه انا بتاسف لها، بس والله غصب عني، لان انا نزلت الطلبات وسحبت بتاع 7-8 اوردرات على التليفون، والباقي كان في ناس ياما كتير عندي وما عرفتش والله العظيم ولا رد ولا بعت لكم الاوردرات. عشان كده النهارده عامل لكم احلى عروض وجايب لكم احلى سمك ماشي، والبحر كله عندنا. كل سنه وانتم طيبين يا احسن ناس في الدنيا. هنبدا بالبولتي يوسف. احنا اخر يوم كنا بنبيع بولتي بكام يا يوسف؟ فكرني اخر يوم، فكرني يا يوسف. 210 ولا ايه؟ 210 في ليل وقرب. كام في ليل وقرب؟ 320. حاجه الله اكبر يا جماعه. البولتي المتميز، البولتي بتاعنا المتميز، حاجه الحقيقه دي. بص العين السمكيه كده ملوش علاقه باي سمك، عشان الناس اللي ما لحقتش تلحق النهارده عامل لكم عروض جباره، اقسم بالله جباره، عشان انتوا احسن ناس في الدنيا. 3 بولتي 210. حلو كده يا يوسف؟ وردي 210. حلو وردي. تحدي، هات لي بولتي ب 70 جنيه تكون نفس الجوده دي اهي، ولا نتكلم بلغه القاهره؟ لا بلغه القاهره. لا خلينا بلغه اسكندريه بقى. ماشي خلينا بلغه اسكندريه. ولا تتعاش معانا يا عم، خلينا في جين احسن يعني. انا بحب اقول جين اصلي. 3 بولتي ب 210 يا جماعه. بصوا بقى البوري النهارده، بور الكنال دوت. بص العين السمكيه كده، السمك اللي بيبرق ده يا جماعه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر كده، الله اكبر كده، حاجه تبارك الله كده. بص العين السمكيه، السمك المبروم الزبده ده. الناس زعلت مننا اخر مره ما لحقتش البوري ده يوسف. ها نعمل واجب النهارده يوسف؟ نعمل واجب. طب نبيع بكام يا يوسف البوري الزبده ده؟ 130. البوري الزبده ده يوسف والله يستاهل 200 جنيه يوسف. معلش الناس تبعنا يا معلم. طب وربنا يوسف لعمل عرض جبار جبار جبار. الثلاثه بوري ب 330 ب 110. ايه ده ب 110؟ والله ب 110. خش على البوري المبطرخ يا جماعه. البوري المبطرخ النهارده كبير، مش كبر صغير. كبر الله اكبر كده يعني. الناس اللي عايزه انصص الله اكبر كده، الله اكبر كده. والله العظيم 3 بوري يسوى 250 جنيه. احنا هنبيع بيرو النهارده برده ببلاش للناس اللي ما لحقتش العروض بتاعتنا. انا بقول لكم النهارده الحق، النهارده بجد الحق. 3 بوري ب 420 والكيلو ب 170. 3 بوري، بوري مبطرخ كله بطارخ كده بالواحده ماشي ب 170. ده ب 170 الكيلو. خد 3 كيلو يا باشا ب 420 والله العظيم ببلاش. انا بعمل لكم العروض ديت عشان الناس اللي زعلت. احلى سمك واحلى اسعار اهو. خش على المرجان. المرجان ده وسط يا جماعه، بس مرجان الله اكبر. غزيله سمكه حيه كده. بص السمكيه هي والدنيس واحد تبارك الله. السمك الحي النضيف ده الله اكبر كده، حاجه تبارك الله. النهارده مفاجاه والله يا جماعه، مفاجاه عشان بحبكم اقسم بالله. 3 مرجان النهارده، مرجان ده 3 كيلو ب 270 والله، ب 270 زي ما سمعت، ولا 330 ولا 350. خش على المكرونه الامهات اللي كلها بطارخ التصدير. بص انا يوسف المكرونه يا يوسف، ولا متنيه ولا مكسوره ولا مفقعه ولا كلام من ده. وبص انت مش عامل ازاي والله. المكرونه مجرمه، بتاكل نيه دي يا يوسف، بتاعت التصدير يا يوسف دي، ما تلاقيهاش بالقاهره. واللي يقول لك سيبنا نصور للناس كده الحلويات موجوده عندي كده، تسمع منه مكرونه 300 على طول. اللهم صل على النبي. على فكره يا جماعه، من تحت زي من فوق. واكله سمك ايه؟ واكله كيس دي ولا اه دي ازاي؟ المكرونه بتاعتنا الباشا متربيه على الغالي يا باشا. واكله سردين تبارك الله. يا جماعه المكرونه عندنا عشان الناس اللي ما لحقتش برضه تلحق. المكرونه عندنا 3 ب 300، الكيلو ب 150. ويا ريت، انا بقول الكلام واضح وانتوا سامعين انا بقول ايه. 3 ب 300، حقك ان انت تاخد 3 ب 300. انت كده بتاخد عرض وبتاخد جمله. هتقول لي كيلو، هقول لك 150. النبي زي ما بقول لك كده بس عندي. خش على التونه. طبعا انت وريتهم المكرونه يوسف عامله ازاي. المكرونه الحلوه دي 3 ب 300، اخر يوم في العرض عشان الناس اللي ما لحقتش كده اللي عداني العيد. ماشي ومعايا كميه مكرونه بس انتوا اطلبوا. النهارده ان شاء الله كله هياكل. خش على التونه يا باشا.
التونه. ايه رايك يا اخويا ابو يوسف في التونه؟ بص السمك حي بيلعب. يوسف بص يا يوسف، وريهم عين السمكيه كده، وريهم نقشوشها كده، حاجه تبارك الله. بص العين السمكيه كده يا جماعه، زي ما احنا شغالين في العرض، سمكه التونه ب 170 ب 170 حاجه تبارك الله كده. انا عملت لكم عرض يعتبر على الفرش كله، وهكمل معاكم برضه. خش على الجمبري بلاك تايجر. صح هات الراجل يا عم. والله الراجل ده احلى واحد. سمكه صح الصح وفرش كله بحر، معرفش منك يا حبيب قلبي. خش على البلاك تايجر ده، بلاك تايجر بالواحده يا جماعه. جمبري روح في داهيه، وبقول لكم الكلام ده واسالوا برضه. جمبري بلاك تايجر زي ما احنا شغالين ب 380، بلاك تايجر بالواحده ده ب 380، مش واحده كده ولا كده، كل الله اكبر 380. خش على السبيط، السبيط ده متنضف بره جوه، حاجه تبارك الله كده. السبيط ب 350 وتحدي، هات لي سبيط سويسي ابو راس صغيره متنضف بره وجوه ب 170 ب 370 ولا ب 400 ولا ب 500، عندنا ب 350. الجمبري الوسط يا جماعه، والله انا عايز ابطل الجمبري خالص، اقسم بالله العظيم ثلاثه بقى يخسر ما يكسبش ماشي، بس انا برضو بجيبه عشان الناس اللي عايزه جمبري. مش جايب كميات، انا جايب بتاع 30 كيلو جمبري. الجمبري يا جماعه ب 300، عوضوها في سمك، عوضوها في اي حاجه، الجمبري هو من مكانه ب 300 جنيه ماشي. وانا كده كده والله ما عايز اشتغل فيه، بس عشان ما حدش يزعل يقول لي عايزين جمبري اهو موجود اهو. خش على اللوط وريهم اللوط وحلاوه اللوط يا يوسف، وريهم اللوط يا يوسف، وريهم عين السمكيه كده يا يوسف. يا جماعه سمك الله اكبر الله اكبر الله اكبر. اللوط ب 160، لا معيش مسمار. خش على التنيس يا جماعه، الله اكبر. ده واحده مش بطرخه بتاعتي، ده الله اكبر اللي كله بطارخ وسمك كبير غير المره اللي فاتت. التنيس النهارده كبر الله اكبر، تنيسيه نص